about humanity. اهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد من حلقه جديده من برنامج مع سام نتشرف النهارده ان يكون معانا الكاتب والمفكر والباحث الاستاذ هشام نوستك مساء الخير يا فندم اهلا عزيزي وانا سعيد جدا بهذه الدعوه ومرحبا بجميع المشاهدين شكرا لك استاذ هشام حابب افاجئك بسؤال على الهواء حضرتك ممكن تعطينا فكره عن الكتاب اللي هيصدر لحضرتك قريبا اسمه ايه هيكون في اي معرض الناس حابه تشتري كتاب هشام موسي آه شكرا عزيزي على هذا السؤال المفاجئ <applause> انا اكتب الان كتابي الثالث آه اسمه العدميه البراغماتيه فهو كتاب مختلف عن الكتابين السابقين مذكرات كافر مغربي وحوار مع المسلم الذي يسكنني مختلف لأنه نظرة جديدة للحياة، نظرتي للحياة ممكن أن نسميها تجاوزا نظرتي الفلسفية للحياة، فأنا أدعي أنني فيلسوف أزعم ذلك كما ادعى ادعى بعض الناس النبوة لا نقصد أحدا بعينه لكن نعم هي نظرة نظرة للحياة أسميتها العدمية البراغماتية وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس و قبل الإعجاب أتمنى أن تفيد الناس في 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 حياتهم الكتاب سيصدر قريبا سانتهي من الكتابة في آخر شهر نوفمبر القادم. ثم سيكون الكتاب في المعرض الدولي للكتاب في في المغرب في يناير أو فبراير يعني في بداية السنة الجديدة. نتمنى لك التوفيق استاذ هشام حضرتك فعلا فيلسوف ولا تدعي ذلك الناس اطلقوا عليك ذلك هذا حابب حابب اعرف من حضرتك هل ممكن مثلا نشتريه من على النت على امازون ننزله داونلود هو سيكون ستكون اكيد نسخه رقميه لان انت تعلم يعني صعب النسخه الورقيه ان تتوفر في في في, في جميع الاماكن ف نعم. ستكون هناك نسخه رقميه لكن النسخه الورقيه ساحاول ان اجد حل ان اجد حلا حتى يحصل عليها الناس يعني مثلا ان تعمل تشتريه في الانترنت ثم يبعث لك كتاب. عايزينه برضو هنا في المانيا يا هشام يعني انت صديقي وحبيبي عايزينه في المانيا عايزين نقراه. النسخه الرقميه ستكون اكيد متوفره اكيد. على الاقل النسخه الرقميه. نعم. لك التوفيق استاذ هشام. استاذ هشام اليوم سوف نتحدث عن المولد النبوي الشريف. في في مولد النبي حدث معجزات كما يقال او كما سمعنا منها المعجزات ان عندما ولد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقطوع السره وخرج نور معه. أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية بحسب شهادة أم عثمان ابن العاص وأم عبد الرحمن بن عوف اللتين باتتا عند أم النبي ليلة الولادة وعشرات المعجزات تتكلم عن ولادة النبي المعجزية من ضمنها شرفات, شرفات كسرة كسرت والزجاج تحطم و والملوك ناموا بأسرة منكوثة آه، معجزات لكن سيد الفاضل لم نجد ذلك في التاريخ لم نجد ذلك مدون عندما نربط الواقع بما نسمع نجد أن لا يوجد أثر لذلك هل أنت معي في هذا الموضوع؟ آه، أنت الآن يعني وضحت وضعت وضعت الأصبع على الجرح وهو هي مسألة مشكلة الحقيقة التاريخية مقابل الحقيقة الإيمانية. ونحن نتكلم عن حقيقتين. فأنت ذكرت معجزات في ولادة النبي نبي الإسلام، وهي ليست فقط معجزات في ولادته، بل معجزات حتى أو إشارات نسميها إشارات كانت موجودة كذلك عند الأب وعند ال الجاد وامور حدثت حتى قبل مولد النبي معجزات، لكن هنا نتكلم عن حقيقه ايمانيه ليست حقيقه تاريخيه. وهنا نتكلم عن حياه محمد في مراجع اسلاميه كتبها مسلمون. كتبها مسلمون يؤمنون بنبوه محمد ويؤمنون بصحه الاسلام. فهذه الحقيقه الايمانيه بالنسبه يعني بالنسبه للانسان باحث انا لا ادري اذا كان معي ال الصديق سام نعم معك سيد الفاضل انا بحطك على الشاشه دائما اه أو اوكي عشان اوكي ابقى دي. معي ابقى معي حتى لا احس بالعزله وثم <applause> ثم ثم اعمل مديتيشن وياتيني جبريل وينزل الوحي فقلت ان ان الباحث غير المسلم يجد صعوبة مع هذا الأمر لأن هناك هذه الحقيقة الإيمانية الثابتة لنقول أنها ثابتة عند المؤمن مسلمة فهل سنقبل مثلا أنا كباحث غير مسلم هل سأقبل ما جاء في المراجع الإسلامية مع أن مع العلم أن مراجع هذه الـ يعني الـ هذه المراجع أجندتها إيمانية حتى لو كانت ذات طابع تاريخي يعني حتى لو كان كتاب تاريخي او يعني في اسلامي فاجندته ايمانيه ام نحاول ان نستخرج ما هو تاريخي ونترك ما هو ايماني وعندما نفعل ذلك ما ما هي المعايير التي سنعتمد عليها هذه ما هي هذه يعني ما هي الطريقه التي سنعتمد عليها لاستخراج محمد التاريخي او الـ الـ يعني الـ من الـ من الـ من المضمون الايماني أكيد أن هناك أشياء تاريخية لكن كيف سنستخرجها؟ ففي الحقيقة الأمر صعب جدا، يعني أنت تحدثت عن معجزات ما الـ الـ يعني الـ كيف 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 ستقبل هذه المعجزات؟ التاريخ لا يقبل هذه المعجزات، أنت تبحث مثلا عن يعني حتى لو كان هناك مؤرخ لنفترض جدلا أن مؤرخا ما في مكان ما في, في نفس الزمان والمكان الذي عاش فيه محمد قال ان خرج نور واضاء قصور قصور الشام فهل هذه حقيقه تاريخيه؟ هذه ليست حقيقه تاريخيه بكل بساطه لان التاريخ لا يعترف بالمعجزات. التاريخ لا يعترف بالمعجزات، المعجزه ليست حدث تاريخي هي هي مساله ايمانيه محضه يؤمن بها المؤمن ف في الحقيقه الامر صعب جدا يعني لدرجه يعني فيما يتعلق بمحمد لدرجه ان كثير من من الباحثين فقدوا الامل تماما في 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 استخراج التاريخ من الايمان وقالوا لا يمكن ان نفعل ذلك وانتهى الامر سنتوقف هنا بعض الباحثين الآخرين حاولوا أنهم يجدوا طريقة ما للتوفيق بين الإيمان والتاريخ لكن لأجيب على سؤالك يعني أنا أطلت ربما لأجيب على سؤالك طبعا لا يوجد أي شيء يؤكد هذه الأمور هذه أمور إيمانية إسلامية من داخل المراجع الإسلامية تتحدث عن معجزات ولادة محمد تمام أخي هشام صديقي العزيز خليني أخذ موقف النقيض كما أفعل معك دائماً الاول حابب ارحب بكل الموجودين على الشات واتمنى اللي ما معانا في القناه يشترك صديقي اليست التواتر احد روافد المعرفه قد يقول لك مؤمن ان هذا هذا سار بالتواتر لم يكتب في كتب لكن التواتر هو مصدر مهم من مصادر المعرفه نعم لكن انت تتكلم الان عن التقليد كما نسميه التقليد الشفهي او التقليد الكتابي نعم. والتقليد التقليد الشفوي او الشفاهي هو تقليد كان مهم في في <applause> الازمنه الغابره كان مهم جدا حتى احيانا كان التقليد الشفاهي له اهميه اكبر مثلا في في المسيحيه في المسيحية أنت تعلم أن كل ما كتب عن المسيح كتب في وقت متأخر نسبيا يعني كتب لم ووصل نعم، لم... بالتواتر أيضا أكيد وقبل حتى قبل يعني الكتابات المعروفة كان مثلا أب الكنيسة بابياس كان قال هذا الكلام قال قال نحن نحن لا يهمنا المكتوب نحن يهمنا كلمة المسيح الحية بيننا يعني حية هذه الكلمة الحية هي التي هي التي نستند إليها لا يهمنا الكتابة فإذا تواتر الشفهي كان له دور لكن تواتر الشفهي ليس له قيمة في في المعايير الأكاديمية التاريخية لا يمكن أن ممكن أن تذكر الأمر لكن لا يمكن أن تؤكده عن طريق هذا حكى لهذا وهذا حكى لهذا ووصل الأمر خاصة إذا كان الكلام عن معجزات <applause> إذا كان الكلام مثلا عن معلومات، مثلا شخص أخبر شخص آخر أخبر شخص آخر أن قاتل هذا الشخص هو هذا الشخص، هذه ممكن تذكرها، ممكن تقول نعم عندنا احتمال أن قاتل هذا الشخص كان كذا وكذا استنادا إلى أقوال الناس، بعض الناس هذا حكى لهذا، هذه ممكن نقبلها يعني ممكن أن نتجاوز ونقول أوكي جيد، لكن عندما تتكلم عن معجزات، التاريخ لا يقبل المعجزات. التاريخ ليس له أي علاقة بالإيمانيات هذه مسألة إيمانية حتى لو كان لو, لو سمعنا الآن من لو, لو عملنا سفر عبر الزمن وأحضرنا شخص عاش مع محمد وقال أنه رأى محمد يطير في السماء فلن نقبل هذا الأمر على أنه حدث تاريخي لن نقبله هو لكن الفكرة أستاذ هشام عشان أقرب للمستمعين مثلا لما حد يقول لي صديقك هشام نوستك اشترى سيارة. أنا كعقلا عادي جدا طبيعي أي حد ممكن يشتري سيارة. لكن لما حدا يجي يحكي لي صديقك هشام نوستك طار في الهواء. هنا العقل يفكر كيف يطير في الهواء. طبعا سنعود إلى سنعود إلى مقولة الادعاءات الخارقة للعادة تحتاج إلى أدلة خارقة للعادة. صحيح هذا هو هذا هو الأمر يعني نحن نقبل الأشياء التي ليست معجزة ونقبل على الأقل باحتمالها يعني إن قال مثلا لنتكلم أنا أحب الكلام عن المسيح لأنه يعطي وضوح وضوح جيد في الأمثلة مثلا شكلك لو قال الرب بيحبك يا شيخ <applause> سيتمجد رب المسيح رب لمس قلبك يا شيخ <applause> لمسني نعم فلو قلنا مثلا أن أن المسيح أن لو لو أخبرتك أن في القرن الأول الميلادي عاش شخص في 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 الجليل اسمه يسوع او يهوشوا او هذه يعني اسم عادي منتشر في الفل في الفل في اليهود منتشر في فلسطين يعني القديمه، قلت لك ان ان كان هناك شخص اسمه يهوشوا ويسوع وكان يعظ الناس. هل تتح هل ستحتاج الى ادله خارقه لتصدق؟ لا. لأن أمر عادي كما لو أخبرتك أن هناك شخص في مصر اسمه حسن يبيع الخبز لا, 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 لا تحتاج إلى أدلة خارقة لتصدقني لكن لو قلت لك أن هذا الشخص قام من الأموات هنا ستقول لي Stop. توقف أن تتكلم الآن عن أشياء خارقة للعادة غير طبيعية هذه مسألة معجزات فلن أصدق هذا الأمر فما بالك الآن بكاتب التاريخ يعني المؤرخ المؤرخ لا يمكن ان ياتي ويقول لك مثلا وفي السنه كذا وكذا بتاريخ كذا وكذا في الساعه كذا وكذا قام الاموات من قبورهم وانشق ستار الهيكل وهذه هذه هذه امور خارقه للعاده هذه امور لا يمكن ان تقبلها تاريخيا ممكن ان تقبلها ايمانيا وهنا مره يعني حتى نربط بمولد النبي يعني نبوه محمد بمولد المولد النبوي هنا يدخل الإيماني في التاريخ قد نصدق أن شخصا ما ولد في القرن السابع الميلادي اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله، وجده اسمه عبد المطلب، وكان في قبيله كذا وكذا، وكان لكن عندما نتكلم عن ان نور اضاء قصور الشام، ونتكلم عن هذه الامور الخارقه للعاده، هنا يتوقف التاريخي ويبدا الإيماني. لا المشكله اكثر يا هشام مش حكايه نور كسرى وقيصر والنفس دي، المشكله الاكبر بيقول لك ان هو لما اتولد ولد مختونا ومقطوع السرة يعني اتولد جاهز انت فاهم اللي هو ناقص بس يحط له اللانش بوكس ويروح المدرسة يعني عملية مش طبيعية ثم الأدى من كده بيقول لك خرج نور معه أه نور شبه الجزيرة وشبه الجزيرة هنا انت بتتكلم على مئات الألاف من الأميال والشاهد على هذا اتنين أه بنت العاص وهذه الثانية اسمها على ما اتذكر آه ام عبد الرحمن بن عوف وام عثمان ابن العاص فتخيل اللي شاف النور في جبه الجزيره كلها اثنان فقط اثنان طب ليه مثلا لو هذه حقيقه كانت المعجزه دي تحدث عنها كل شبه الجزيره العربيه كلهم شاهدوا هذا النور لانهم يسكنون في شبه الجزيره العربيه تفضل نعم يعني انا انا لا اريد ان ادخل يعني في الروايات فهناك من سيضعف هذه الروايه او يصحح تلك هذه اكيد ان هناك روايات صحيحه انت تكلمت عن هذه انا ممكن اكلمك عن اشياء أك أك اكبر من هذه يعني حتى معجزه الاسراء والمعراج وهذه الامور هذه ربما انشقاق القمر. القمر يعني معجزات اكبر من هذه بكثير لكن ل... ل... لنتكلم اولا لاننا نتكلم الان عن مولد النبي وعن طفوله محمد المهم اظن في ال... في في هذا الموضوع اهم شيء في هذا الموضوع هو مساله لماذا الحاجه الى ذكر معجزات طفوله اظن ان هذا مهم جدا وانا في رايي ان هذه الامور اضيفت لاحقا هي لم تكن هناك من البدايه هي ليست هي هي روايات او قصص اضيفت لاحقا لان هناك دائما حاجه الى طفوله معجزه يعني عندما نتكلم عن انسان عندما نتكلم عن انسان خارق للعاده الذي هو محمد او المسيح لان ممكن نعمل مقارنه مع المسيح فهناك هناك حاجه عند الناس وهناك حاجة سياسية لأن تكون هذه الطفولة طفولة معجزة لكن لنذكر فقط الحاجة عند الناس يعني نفرق بين الاثنين الحاجة عند الناس أنت عندما تقدس شخصا تقدس شخصا تعطيه هذه الهالة وهذه المكانة الكبيرة يعني يصبح أنك ممكن أن تضحي بنفسك من أجل هذا هذا الشخص يعني بالنسبة أنت أمي يا رسول الله يعني معروف صحيح صحيح فهذه هذه تصل يعني منطقيا ستفكر ان هذا الشخص لا يمكن ان يكون بهذه القيمه فقط عندما نزل عليه الوحي. يعني بدات قيمه هذا الشخص الذي هو اخر الانبياء الذي هو اشرف المرسلين، وهو الذي سيشفع للناس، وهو الذي عنده علاقه مباشره مع الخالق الكون وملايير المجرات. يعني هذا الشخص لا يمكن ان الاله لم يتك لم لم يعتني بمولده، وقت مولده، طفولته، وكل هذه الامور، لا يمكن. اكيد ان هناك شيء معجز. فاذا لم تجد هذا الشيء المعجز فانت تختلق هذا الشيء المعجز. فلذلك انا اقول انه ربما كثير من الروايات التي نسمعها هي اضيفت لاحقا لرغبه رغبه اولا رغبه من الناس لملء الفراغ. ثم النقطة الثانية هي مسألة سياسية لأن عندما مات محمد عندما مات محمد كانت هناك كان هناك نسميه نسميه فراغ سياسي فهذا الفراغ السياسي يعني الحكام الذين اتوا من من بعد محمد هم حكام عرب ومن من 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 يعني من 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 جماعته كما تقول يعني في مصر فهؤلاء الناس اذا اضافوا بريقا إذا أضافوا لمعانا لمحمد وأعطوه قيمة إضافية فأكيد أن سيلمسهم هذا 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 البريق سيعطيك قيمة مثلا إذا قلنا أن أنت مثلا أبوك أو أو أخوك يشتغل في ناسا ووصل إلى أكيد ستحصل أنت كذلك على بعض البريق فهؤلاء الناس على بعض بعد المجد صحيح فكان ها هاد الناس كانوا كانوا نفس الشيء يعني قالوا اذا اضفنا معجزات وان هذا الشخص هو فاكيد ان هذا جيد جيد لنا جيد لقبائلنا العربيه جيد لاستمرار هذه هذا المجد فاستفادوا سياسيا من اضافه هذه الامور اذا تعليق يا اخي هشام اسمح لي انا بقطعك لان انت صديقي وهتتحملني اتفضل عزيزي انا هت... كان في في وجهه نظر كنت مقتنع بها تماما ان من منذ 500 عام الشعوب الاسلاميه تعاني من انتكاسه، انتكاسه حضاريه كبيره. فبنشوف ان بندور على معجزات لتجعلنا نحس اننا عظماء اننا إن نعرف الحق جيدا وغيرنا مهما تقدم لا يعرف الحق. فبحس انه تعويض نقص مش اكتر دائما نبحث عن امجادنا في الماضي ماذا حدث لنا ماذا كنا في الماضي ما هو رسولنا ماذا فعل رسولنا كل هذا لتعويض الشرزمة التي وصلنا اليها في هذا الزمان ما رأيك في هذا في البداية كان محاولة لإضافة المجد كما قلت لكن طبعا نحن نعيش الآن في زمن أم نحتاج فيه هكذا نعم نحتاج إلى معجزات نحتاج دائما إلى تدخل إلهي وكأننا أحس أننا كشعوب لا تستطيع القيام بنفسها نحتاج دائما دعم ميتافيزيقي نحتاج دائما الجهاز المراقبة في السماء الذي يعيننا على الغرب الفاجر ويساعدنا في حياتنا نحن لا, لا نعول على أنفسنا لا نتواكل خطير في هذه المسألة الميتافيزيقية يعني صحيح صحيح أنا أتفق معك لو سمحت انا اريد أن لو لو يعني ذكرتني مساله ملء الفجوات انا اسميه ملء فجوات في تاريخيه اظن ان احسن مثال هو مثال المسيح ثم نستطيع ان نطبقه على محمد وهناك هناك مقارنه كثيره بين بين يسوع ومحمد اظن ان الكثير منها كان متعمدا كانت هناك وكأنها نسخ من صورة من نسخ من حكاية المسيح فيما يخص الطفولة ايضا يعني مثال مثلا هو نجم يسوع، أنت تعرف نجم يسوع الذي ظهر عند المجوس في المشرق في المشرق نعم فكذلك ظهر نجم محمد ظهر لليهود يعني نفس نفس المثال تماما يعني ظهر لليهود وخرج هذا الشخص قال لليهود طلع نجم أحمد طلع نجم احمد وعُرف عُرف نجم احمد فنفس القصه نفس قصه المسيح ان يعني منذ ولادته عرف الناس انه ولد الان نبي والغريب ان الكل عرف يعني حتى زيد بن عمرو بن نفيل كان ذاهب للشام فالتقى حبر من الاحبار هناك فقال له نجمه محمد ظهرت في مكه وكأن الكل ينتظر يعني وحتى في قصة بحيرة الراهب يعني الرومان كانوا يعرفون والعالم كله يعرف ان ظهر النبي في الزمان كذا والمكان كذا وهو الان يعني جاهز كما قلنا. هذا قبل يعني هذا مع مع ولادته. المسألة التي التي قلت عن المسيح التي اظن انها مهمة للناس إذا يعني ممكن أن تكون مفيدة هو أن قصة المسيح مبثورة يعني مبتورة. إذا قرأت يعني مبثورة تماما إذا قرأت إذا قرأت الأناجيل ستجد بالكاد نص أو نصين عن طفولته كل نعم. يعني القصة تبدأ وهو كبير السن القصة تبدأ وهو يعني في ربما 30 سنة يعني ليس عندنا عمر محدد لكن تقريبا فهو كبير فنحن هو بس ذكروا يا يعني هشام في الانجيل قصه ان هو كان عنده 12 سنه صحيح عليه مش لاقينه لقوه في المعبد صحيح فقال لهم انتم بتسالوا عليا ليه انا عند ابي صحيح وهذا هذا لن تجد تقريبا نصا اخر يعني هذه هذا هو النص اليتيم اظن عند لوقا فهذا هو النص اليتيم الذي يتكلم عن طفوله طفوله المسيح الـ الـ لا نعرف ماذا فعل المسيح في حياته في طفولته لا نعرف شيئا يعني كانت ه... كان هناك فراغ رهيب كيف أن هذا المسيح الذي هو الإله يعني هذا ابن الله و... يعني أقنوم من الأقانيم الثلاثة وال... والناس تقدس هذا التقديس فعند المسيحيين كان فراغ رهيب أين طفولة لا يمكن لهذا الشخص الخارق للعادة أن تكون طفولته طبيعية بغض النظر عن الولاده المعجزه هنا تكلم عن طفوله يعني صعب انت يعني من المستحيل ان تكون طفولته غير يعني لماذا لم يذكر كتاب الاناجيل مثلا قصص معجزاته في الطفوله لا لا خلي بالك يا هشام بس عشان نكون نكون ملمين بكل شيء في الاناجيل لم يذكر شيء لكن تعال مثلا في مصر في مصر في كنائس يعني كتب عنها هذه الكنيسة أتت إليها العذراء مريم هي والمسيح وهو طفل وكان هذا البئر لا يوجد به ماء ثم ظهر الماء حدثت معجزة هنا ومعجزة هنا كل هذا وهو صغير لكن تواتر فقط لا يوجد هذه هذه ها و... هادي... مصدر هذه القصص مصدر هذه القصص كلها هي الاناجيل التي تسمى اناجيل الطفوله وأناجيل الطفولة ظهرت لاحقا وهي التي ملأت هذا الفراغ فأنا أتكلم هنا عن الفراغ وسنطبق نفس الشيء عن محمد على, على, على قصة محمد هذا الفراغ ملئ بأناجيل الطفولة لأن الناس كانت عندهم رغبة يريد أن يعرفون عن فبدأت تظهر أناجيل الطفولة إنجيل يعقوب إنجيل توما فبدأت هذه الأناجيل تظهر أناجيل الطفولة التي فيها أشياء أخذها كاتب القرآن هذا موضوع آخر لكن كاتب القران اخذ هذه القصص قصه مثلا صناعه يعني احياء العصافير يعني هذه موجوده موجوده في اناجيل الطفوله المسيحيه التي ظهرت في القرن الثاني والثالث الميلادي فهي كانت محاوله من من هؤلاء الكتبه لسد هذا الفراغ وملء طفوله الـ 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 ملء الاحداث يعني في سد هذا الفراغ لان الاناجيل ليس فيها هذا المحتوى محتوى الطفوله انا اظن اننا ممكن ان نطبق نفس الشيء على محمد محمد كل ما ذكر في الطفوله خاصه المسائل المعجزه انا لا اتكلم عن الطفوله العاديه انه كان مثلا يذهب لل مع الغنم او يذهب في في رحله تجاريه الى الشام هذه امور عاديه نحن نتكلم الان عن معجزات اظن ان كل هذه المعجزات اضيفت لاحقا لكي تثبت وتبين ان هذا الشخص كانت كانت له عنايه الهيه منذ مولده وحتى يعني في سنه مولده قصه مثلا هو ولد في عام الفيل كما كما يعني هو متعارف عليه فقصه الفيل وقصه أبرهة وكل هذه الروايات تريد ان تبين ان ان هذا رغم أن الأمر مضحك لأن أصلاً أبرهة هو مسيحي. أبرها مسيحي وكثير من الروايات تقول أنه ذهب لي يعني ذهب نعم للانتقام لكن هو في الأصل هو هو مسيحي فالمفترض أن الإله سيدافع عن المؤمن بالمسيحية قبل أن يدافع عن من يؤمن بالأوثان. ويؤمن بعبادة ال صدقنا إن في فيل هيقطع المسافة كلها دي عشان يروح نعم, نعم. نعم. يعني نتجاوز طبعا نتجاوز عن... نتجاوز هذا ال... هذا الأمر يعني ل... لنسلم جدلا أنه هكذا يعني حتى قصة وهنا هنا جيد أنك ذكرت هذه النقطة لأن هنا ندخل في مسألة الحقيقة الإيمانية والحقيقة التاريخية هل ممكن أن نصدق قصة أبرها أبرها الذي كان حاكم على اليمن هو, هو لكن كان حاكم فهل هل ممكن ان نصدق انه بنى كنيسه في اليمن وكان يتمنى ان ان الناس يحجون اليها ثم دخل اليها شخص ويقال انه تغوط فيها او شيء فثارت تائرة الأبرهة وذهب بجيشه وأراد تحطيم الكعبة إلى, إلى, إلى هنا ممكن أن نصدق هذه القصة يعني مقبولة تاريخيا، لكن عندما تتكلم عن عن الفيل وتتكلم عن الطير الابابيل وهذه المعجزات هنا تتوقف الحقيقه التاريخيه وتبدا الحقيقه الايمانيه. هذا هذه المشكله هنا. فيجب ان نفرق بين الاثنين دائما، تفضل عزيزي. حتى لو سلمنا جدلا مع انت الفيل رايح يهد ايه؟ الكعبه اللي كان فيها ايه؟ اصنام. هي الكعبة أساساً فيها أصنام يا هشام يعني ما فيش شيء جديد اللي حصل بعد الإسلام غير إن كسروا الأصنام وبقيت الكعبة كما هي ومناسك الحج كما هي والطواف كما هو لم يتغير شيء من الجاهلية إلى الإسلام دي نقطة النقطة الثانية هل كان الله يريد ان يحفظ هذا الطفل المولود الذي سوف يكون رسولا فيما بعد. طب ما الله بالنظره الايمانيه ما كل الناس اتولدت في هذا الوقت وناس كتير عايشه في هذا الوقت وناس كتير كبرت في السن. يعني المفروض ما يحصلش معجزه عشان انه يخليه يعيش. هو طبيعي كده كده انسان طبيعي او طفل طبيعي اتولد في هذه الجزيره العربيه وهيعيش زيه زي اي حد زيه زي, زي جده عبد المطلب معيش لا لكن لكن هنا لهذا جيد جيد انك ذكرت هذه النقطه لان يجب ان نفهم الامر من جانب ايماني انا كمسلم وعندما كنت مسلما طبعا كنت اؤمن ب كل الإعجاز الموجود في الإسلام ومن بين هذا الإعجاز أن كانت هناك عناية إلهية بالرسول محمد من البداية وكأنه كانت وكأنها كانت خطة إلهية رغم أن هذه الخطة الإلهية بطيئة جدا لأنه إذا تكلمنا مثلا عن يعني الفترة ما تسمى بالفترة يعني الفترة يعني فترة من الرسل كما تسمى في الإسلام فهذا الإله انتظر 600 سنة 600 سنة هذا وقت طويل جدا فانتظر 600 سنة حتى يأتي بهذا بهذا الشخص يعني هذا الإله الذي كان في وقت من الأوقات ينتقم بسرعة البرق يعني بمجرد مثلا أن يسخر بعض الناس من نبي من أنبيائه فتأتي الزلازل وتأتي تأتي الكوارث على هذه على هذه القبائل أو هذه القرى فالان هذا الاله يستهزا به ويسب لان نسبت له ابنا او هذه المسائل المحرفه كما يتسمى في الاسلام فهذا سب وكانك تسب الاله. فصبر على كل هذه الشتيمه 600 سنه. فالسؤال هو لماذا تاخر كل هذا هذا التاخير؟ يعني هذه يعني يقال في المراجع الاسلاميه ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم. والمقت هو انك يعني الكره الشديد عرفان منهم آه, اه اه عرفان يعني كما تقولون فمقت الناس عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب او بقايا من بني اسرائيل في بعض الروايات فهذا الاله يعني بعد 600 سنه استفاق ونظر ثم كره ما, ما 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 راى فقال اوكي الان ساتي بنبي في الجزيره العربيه ليصحح 600 سنه من الم... من المسيحيه المحرفه التي انتشرت والاله لم يكن يحرك ساكنا فهذه فهدي... هذه مساله غريبه يعني اوريدي فهد... في فهد... صحيح اخي فهد... هشام بس ده يخلينا نبص للموضوع من نظره اخرى ما حاجة ما حاجة هذا الاله ل... لولادة محمد طب ما يصلح اللي فات يعني انت مثلا جبت عربيه باظت منك بدل ما تشتري واحدة جديدة، ما تصلح اللي عندك لو انت اللي عندك دي عربية حلوة وبتعتز بيها وكانت معاك دايماً. اه ليه فجأة اه يعني زهق من المسيحية وقرف من المسيحية؟ مع ان هو اللي منزل المسيح لو احنا اه املنا بذلك. هو منزل المسيح. طب انت زهقت من ده، عايز تبدل، طب ما كانش فيه في خطتك او في علمك المسبق ان كانوا المسيحيين هيضلوا او هيزوروا الكتاب مثلا انت ليه ليه ما صححتش الخطا اللي فات مش تجيب حد جديد هي دي الفكره ولاده محمد ليه؟ المشكله اكبر من ذلك عزيزي لانك الان تتكلم عن اله لا يعرف المستقبل. انت الان تتكلم عن اله يتعامل فقط مع الحاضر و يعني لماذا لم يرد يعني لماذا لم يتعامل مع مع الوضع؟ نحن نتكلم عن اله يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، يعني الاله قبل خلق ادم قبل خلق الكون كان يعرف ماذا سيحدث، كان يعرف ان رسالاته ستتحرف، كان يعرف ان كل هذه ورغم ذلك ترك الامور تمشي هكذا هذه تركها يعني تتحرف زي ما ترك الشيطان حد... كده يتحدى اه نعم نعم يعني هو كان يعرف مسبقا ان ملايير من البشر سيعذبون في النيران الى ما لا نهايه يعرف مسبقا يعني قبل خلق الكون ورغم ذلك قرر انه يفعل ذلك ف... ف... فهنا يعني لنعود الى 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 قداسه محمد بالنسبه للمؤمن كل هذه الامور لا تهم بالنسبه للمؤمن الاله عنده حكمه وهذه الحكمه لا يمكن أن نفهمها لأن عقلنا محدود والإله عنده عقل كبير واسع يعني جدا فلا نستطيع أن نصل إلى أن نفهم يعني نفهم المنطق الذي يتعامل به هذا الإله رغم أننا يظهر لنا أنه منطق سيء يعني كان بكل بساطة كان ممكن يعني ما هو أعطيك سؤال يعني ما هو ما هو أكبر فرق بين الـ يعني ما هو اكبر فرق بين الاسلام والمسيحيه؟ ونحن نتكلم الان عن غالبيه ساكنه الـ الـ الارض. اكبر فرق بين الاسلام والمسيحيه؟ في فروق كثير يا شيخ يعني الفرق الـ 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 يعني الحاسم يعني في المسيحيه المسيح ابن الله آه، اوكي ابن الله ممكن ان نلعب فيها قليلا لكن هو الصلب والفداء هو الصلب والفداء يعني بدون صلب الفداء فكرازتنا باطله كما قال بولس يعني انتهت المسيحيه اذا لم يكن هناك صلب فداء فبالنسبه لل... بالنسبه لل... لهذا الاله كان, بي... كان يعرف هذا الامر، ليس كذلك؟ كان يعرف ويعرف كل شيء. فكان سيعرف ان الايه اليتيمه التي سينزل في القران التي شو اللي فيها شبه لهم لن تسمن ولا تغني من جوع وستتسبب في فرقه ومشاكل وهذا يقول صلب وهذا يقول لم يصلب وشبه له، فلماذا اختار هذا الامر كان ممكن ان ان يساند المسيح وينتهي الامر بسلام وكان الكل سيؤمن بالمسيح وتبقى رساله صحيحه ولا تحرف ولا تذهب المسيحيه المحرفه الى اجزاء المسكونه وياتي الاسلام بعد 600 سنه وتبدا مشاكل جديده، يعني هو يعرف كل هذه الامور مسبقا. ف لكن هذا موضوع اخر هو ليس موضوع المو... يعني طفوله محمد او مولد محمد. لكن اريد ان اعود معك عزيزي اذا سمحت للمعايير التاريخيه لان دائما عندما نتكلم عن حقيقه ايمانيه وحقيقه تاريخيه من المؤسف جدا وانا اتاسف على هذا الامر ان في المسيحيه هناك عمل جبار في المسيحيه للحصول على ليسوع التاريخي للحصول على اقرب نسخه للكتاب المقدس عمل جبار وهذا العمل فيه ناس يؤمنون وناس لا يؤمنون وفيه فيه من جميع الاديان يعملون في هذا المجال. ويعطوا نتائج، دائما نحصل على نتائج، دائما نقترب من 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 الحقيقه، نقترب من الاصل. في الاسلام لا نستطيع فعل ذلك. صعب جدا ان تفعل ذلك لانك مقيد بالحقيقه الايمانيه، مقيد. لا تستطيع الان ان تاتي وتقول مثلا ان محمد عندما كان صغيرا يلعب مع الأطفال جاء ملكان وشق صدر, صدر محمد وأخرج القلب وشق القلب وأخرج منه نكتة سوداء وتم غسل ذلك في إناء من ذهب ثم أرجع تم إرجاع القلب و يعني هذه أمور معجزة لكن إذا قلت أن هذا الكلام هو يعني من باب يعني كلام خرافي لا يمكن أن يصدقه عقل فسيتم اتهامك بأنك مستشرق تُريد ضرب الاسلام من الداخل انت حاقد انت فهنا دائما هذا الخلط الذي جعل حتى من يسمون بباحث باحث مت... باحث مسلم متنوّر اكاديمي تجد هذا الامر يعني مثلا طارق رمضان او فتح الله جولن يعني الاثنان كتبا عن حياة محمد وكان يعني الادعاء هو انهم انهما سيعملان عمل اكاديمي يعني طارق رمضان مثلا يقول لك انا كتبت كتابي بطريقه علميه عندما تبحث عن مصادر طارق رمضان تجد انها كلها نفس مصادر الذين يكتبون عن سيره محمد تجد انها البخاري قران ابن اسحاق احاديث نعم هذا كل ما في الامر ثم الفرق الوحيد بين طارق رمضان ومن واي ملتحي كتب في 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 السيره هو ان طارق رمضان يستعمل كلمات كلمات حديثه عصريه لكن الكلام هو نفسه المصادر هي نفسها يعني لم يتخلص من الحقيقه الايمانيه يعني حتى حتى مثلا قصه الاسراء والمعراج يتكلم عنها يتكلم عنها طارق رمضان وكانها حقيقه رغم أن الإنسان الذي يكتب في, في يكتب أكاديميا لا يمكن أن يكتب عن الإسراء والمعراج أنه حقيقة. فهنا هو يعترف بالسبع سماوات يا هشام، يعني الإسراء والمعراج، يعني أنت بتقول أن فعلا في سبع سماوات وفعلا في بغلة طارت إلى السماء السابعة وتكوين الأرض وتكوين السماء والنجوم العلم كشف ذلك. فإزاي يتكلم عنها بطريقة علمية يعني؟ هو هو يعني كما كما يقال يعني كل هذ هم هم مرقعون اكثر من من باحث انا اسميه مرقع ليس باحث لانه الذي يفعل هذا الشخص ليس عمل اكاديمي صحيح الذي يفعله هو ان ياتي بالحقيقه الايمانيه ثم يزخرفها وي يعني مثلا في قصه الاسراء والمعراج مره اخرى طارق رمضان ماذا يقول يقول لك ان العبر والدروس المستقاه من قصه الاسراء والمعراج اهم من قصه الاسراء والمعراج يعني هو ضمنيا يؤمن بها ويستعملها كانها حدث صحيح حقيقي حدث لكن يقول لك لا 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 تفكر كثيرا في هذا الامر انا ساخبرك ان الدروس التي سنتعلمها من هذه الحادثه اهم بكثير من القصه نفسها هذا ليس عمل اكاديمي هذا هذا هراء المعايير التاريخيه شوف المعايير التاريخيه عندما نتكلم عن معايير تاريخيه هناك امور ممكن ان نستفيد منها حتى نستخرج مره اخرى محمد التاريخي من محمد الايماني او من التاريخي من الايماني أه اسمح أه لي بس أه يا هشام عشان أه انت بتتكلم عن تاريخ حاليا سؤال ملح جدا هو بالنسبه بالنسبه لهشام محمد ولد في شبه الجزيره ولا في العراق ولا في الشام <تصفيق> <تصفيق> اوكي أه نعم سؤال جيد المشكله في المشكلة اكيد مع كل هذه التاريخ الشخصيات التاريخية القديمة هو اننا نجد صعوبة في تحديد يعني حتى محمد صعب حتى تعرف مكان ولادته صعب يعني حتى اسلاميا حتى في المراجع الاسلامية صعب ان ان تحدد انه ولد مثلا كذا وكذا يعني عندك دلائل قوية انه ولد في مكان كذا وكذا لا نعرف لكن آه كل العمل الذي يدور حول هذا الموضوع يكون استنتاجات لأن للأسف ليست عندنا مصادر كثيرة لكي, لكي نقرر ونقول أوكي نعرف هكذا عندنا, عندنا دلائل تاريخية لا أتكلم عن إيمانية دلائل تاريخية تقول كذا وكذا مثلا إذا تكلمنا عن إمبراطور روماني أو تكلمنا عن شخص معروف يعني قديما قد تجد له كتابات قد تجد له نقود قد تجد نحوت قد نقوش قد تجد أشياء التي تقودك إلى أن فعلا هذا الشخص حقيقي كان يعيش هنا كتب عنه ناس الذين عاشوا في نفس الزمان يعني عندما نتكلم عن التاريخ يعني نتكلم مثلا المسيح المسيح لا نستطيع مئة بالمئة أن نقول أنه شخصية تاريخية مئة بالمئة لا نستطيع هناك احتمال كبير أنه كان يعني موجود كشخصية تاريخية لكن ليس عندنا مئة بالمئة لماذا؟ لأن تنعدم هذه الشروط التاريخية تنعدم يعني ليس عندنا مؤرخين عاشوا في نفس الوقت وكتبوا عنه عندنا ناس كتبوا عنه لاحقا وكتبوا بأجندات إيمانية نفس لا الشيء وأيضا وك... في برضو عايز أضيف لحضرتك هشام نقطة المسيح هناك هناك مؤرخين تكلموا أنه يوجد شخص سائر اسمه يسوع ليس نبي وليس إله انما شخص ثوري يعني حتى لو كتب عنه انه المسيح يعني حتى لو كتب يعني هناك عبارتين في في عند يوزيفوس يعني في تاريخ اليهود هناك عباره واحده تعتبر مزيفه والاخرى كذلك فيها شك لكن حتى لو سلمنا ان يوزيفوس كتب عن المسيح يوزيفوس ولد عندما مات المسيح أو انتهى شأن المسيح حتى لا يزعل أحد يعني <applause> لا يغضب أحد عندما انتهى شأن المسيح ولد يوزيفوس يعني نحن نتكلم عن شخص لم ي... لم يعش في نفس الفترة عاش بعد ذلك يعني يوزيفوس مراجعه هي مراجع ثانوية عندما نتكلم عن تاكيتوس تاكيتوس مراجعه ثانوية يعني كل هؤلاء الأشخاص كانوا يكتبون ولم يكونوا يكتبون بتاريخية يقول لك مثلا في زمن كذا وكذا عاش هذا الشخص اسمه كذا كانوا يقولون مثلا مثلا بليني الأصغر كان يكتب للإمبراطور الروماني قال له أنه في هذه المنطقة التي كان فيها وحاكم عليها هناك جماعة من الناس يسمون نفسهم مسيحيين ويمجدون شخص اسمه يسوع وكأنه إله فهل, فهل هذا هذه شهادة تاريخية؟ لا هذه هذه فقط شهادة شخص يتكلم عن ناس مؤمنين عاشوا في بداية القرن الثاني الميلاد إذا كان يعني الموضوع هشام أن كان ممكن نؤمن أن يسوع تاريخيا عندما نجد مذكرات يوليوس قيصر أو مذكرات هيرودس عندما أمر بالتعداد وأمر بالصلب كل هذا يكتب في اليوميات الرومانية لكن لم نجد ذلك لم نجد ذلك في الحقبه هذه الحقبه التاريخيه هذه فمن نعم تفضل لا هي هي الادهى من ذلك نحن لا نريد الموضوع عن طبعا الان عن المسيح وتاريخيه المسيح لكن اخذنا الكلام الى الى هذا يعني حتى في حتى المؤرخ اليهودي فيلون المؤرخ اليهودي فيلون عاش في عاش في في نفس الفتره التي عاش فيها المسيح ونجد ان هذا المؤرخ يكتب عن يوحنا ولا يكتب عن المسيح يعني عن عن يكتب عن يوحنا يحيى المعمدان او يوحنا المعمدان يكتب عنه هو لا يكتب عن المسيح وهذه غريبه جدا يعني ان هذا هذا الشخص هذا المؤرخ الذي عاش في اورشليم كان في اورشليم ألم ينتبه إلى أن عند صلب المسيح يعني أظلمت السماء وخرج الناس من القبور وتمشوا في الشوارع ويعني ألم لم ينتبه لهذه الأمور؟ يعني عجيب اذا او انشق الهيكل نعم نعم لم ينتبه ولم ينتبه لهذا الامر ولم يكتب فيه شيئا فهذه هذه تبين ان كانت هناك مبالغه مبالغه في 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 اضافه الاشياء لان الكاتب الذي يكتب لنا هذه الاحداث هو كاتب مؤمن فهو في فهو يريد ان يظهر يسوع او يظهر محمد باحسن حاله ممكنه فأنا مثلا كمؤمن أؤمن يقينا بأن محمد هو خاتم الأنبياء وهكذا فممكن أن أبالغ وأن أحكي قصة تبين أن محمد كان كان إنسانا رائعا وهنا دعني أعطيك مثال مثال ربما لا يعرفه الإخوة المسيحيين في مسألة في مسألة يعني الاقتراب من الشخصية التاريخية أنا يعني نريد أن نقترب من الشخصية يعني هناك طريقة تقربنا الى الشخصيه التاريخيه عندما نقرا شيئا او في, في 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 المراجع وتكون سيئه بالنسبه لهذا الشخص يعني لا تظهره بمظهر جيد هذا عاده يكون اقرب للحقيقه لان هذا الكاتب الذي يكتب اجنده ايمانيه ليس عنده اي مصلحه ان يظهر الشخص الذي يقدسه بمظهر سيء اليس كذلك؟ صحيح يعني واضح فعندما يقول مثلا المسيح انه لا يعرف الساعه الاب وحده الذي يعرف الساعه فمن من المحتمل جدا ان المسيح فعلا قال هذا الامر لانها لا تظهر المسيح بشكل جيد مساله معالجه يا هشام يعني طبعا الكل له معالجات <applause> الكل الكل كل اي نص له معالجات لكن لكن عندما تجد يعني صعوبه التعامل مع هذا النص حتى اباء الكنيسه كانت، كان وجدوا صعوبه في التعامل مع هذا النص تجد ان هذا احتمال جدا انه حقيقه انه قال هذا الكلام يعني قريب جدا الى الى الحقيقه هناك نص ربما اذا لم تخنني الذاكره هو في انجيل مرقس ان جاء جاء شخص لا لا اتذكر هل هو ابراص او اعمى او شيء المهم جاء الى المسيح وطلب منه ان يعالجه ان يشفيه من المرض فالنص الأصل، النص الذي يعرفه الناس الكلام الذي يعرفه الناس هو ان المسيح قال لهذا الشخص قال له يعني ليس المسيح الذي قال لكن يقول النص ان المسيح يعني جاء تحنن 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 لهذا الشخص يعني كومباشن يعني تحنن اخذته العاطفه يعني وشفى هذا الشخص في في النصوص القديمه اللي هي اقرب للاصل مكتوب فيها غضب المسيح غضب يسوع لم يتحنن غضب فيما رايك ما هو النص الحقيقي؟ هو خلينا نقول الصراحة المسيح غضب في أمور كثيرة في الإنجيل من ضمنها مثلا في الهيكل مع الباعة الباعة لا 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 الحالة تختلف هنا الحالة تختلف لأن احنا لا نتكلم عن أنه قلب الطاولة الباعة لا, وال... لا يخ يختلف تماما الوضع هنا الوضع هنا أن شخص مؤمن جاء للمسيح وقال له أشفيني من المرض فالمسيح مكتوب في يعني اذا فتحت الان الكتاب المقدس ستجد مكتوب انه أه أه تحنن ربما يعني نعم وشفاه هذا يعني منطقيا المؤمن يحس بعطف المسيح وحنان المسيح لكن في الاصل يعني ما ليس في الاصل يعني في اقدم النصوص غير مكتوب تحنن مكتوب غضب ف أه نعم ف يعني لماذا سيكتب كاتب الانجيل أن يسوع غضب وهو يقدس هذا الشخص ويريد أن يظهره بأحسن, بأحسن صورة ممكنة إذا المنطق يقول أن هذا النص أن المسيح غضب ولم يتحنن هذا هو الأقرب للحقيقة لأن لا توجد أي مصلحة ولا توجد أي حاجة أن يكتب كاتب الإنجيل الذي يكتب أجندة إيمانية أن يظهر المسيح بشكل تصور أن المسيح تحنن ويكتب غضب <applause> لأن هذا ما وصلوا يا هشام لو كانوا وصلوا تحنن كان يكتب تحنن لكن وصلوا انه غضب غضب نعم وهذا هو الاقرب لان انسان مؤمن لا يمكن ان يقول شيء سيء كذبا عن 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 المسيح. النظره إيمانية صحيح انا معك يعني خلينا ليس يعني حتى لا يفاجئ الناس يعني يقولون انني أو. انا انا اقول هذا الكلام او استنتج هذا كلام علماء الكتاب المقدس ليس كلامي انا كلام كتاب يعني حتى من المسيحيين من أكبر علماء الكتاب المقدس من المسيحيين المؤمنين يقولون أن في هذا النص يسوع غضب ولم يتحنن رغم أن المشهور هو أنه تحنن تحنن من الحنان يعني أنه compassion يعني حس يعني ذكرت في كثير من الآيات في الإنجيل تحنن عليهم وشفاهم وتحنن عليهم نعم نعم أيضا نعم نعم أنه غضب أيضا في السفينة مع التلاميذ لكن دعني أنقلك لشيء آخر هشام شفنا أن معجزات في ولاده سيدنا محمد اشرف الخلق وفي عشرات الايات على المعجزات او الاحاديث على المعجزات لكن عندما بدا ينزل عليه الوحي شاهدنا ان جميع من حوله لا يعرفون انه نبي لا يعرفون ان هذا الطفل ولد و شرفات كسرى تكسرت مثلا او ولد ومعه نور اضاء شبه الجزيره كلها عند مولد الرسول شاهدنا كتابات عن معجزات لكن عندما اتى اليه الوحي شاهدنا كل قريش تتشكك فيه وتقول انت لست بنبي تقول انه لساحر تقول اشياء كثيره فما هذا التناقض ما بين ولاده باشياء معجزيه وعندما ياتيه الوحي يتنكر له الجميع ارجو من كل الاصدقاء اشتراك في القناه الاصدقاء الجدد تفضل اخي هشام نقطه مهمه جدا انا لا اريد ان اعود للمسيح مره اخرى لكن المسيح رغم الولاده المعجزه ورغم انهم حضروا هذه المعجزات وتكلم الملاك مع الام وكل هذه الامور رغم ذلك كانوا يظنون انه مجنون لكن نعود الى محمد أه أه نقطه جيده يعني هذا الشخص الذي فاجأ كثير من الناس، يعني هي معجزاته كثيرة في الطفولة، مثلا المرضعة كانت ليس عندها حليب في الثديين ثم أصبح عندها حليب وكان يذهب لل يعني دائما ينجح في أي شيء يفعله بطريقة معجزة. يعني كان الله دائما معه وتكثير الخير ويعني كانت كان الناس يشاهدون هذه الامور وكان يسمى بالصادق الامين كما تقول الاسطوره وكان يعني كان شخص معروف انه ممكن ان نقول بالانجليزيه ذا سبيشال وان ثم بعد ان حدث الوحي وحدث هذا الامر لم يصدقه احد لكن الأدهى والأنكى من ذلك ليس فقط هنا الأدهى من ذلك هو أن القمر انشق يعني المعجزات أصبحت الآن ينظرون إلى المعجزات ورغم ذلك لم يؤمن الناس بل لم يؤمن أقرب الناس إليه أنت عارف يعني... أن ناسا نزلت بيان يعني حاجة <applause> بسبب هجوم المسلمين ان يا القمر انشق وانت بتكذبي، انتوا بتخبوا، نزلت بيان ان ما فيش حاجه اسمها قمر انشق. نعم نعم انت تذكرني بمساله الحاجه الى الايمان، لم لا اتذكر اسم الذي قال هذه العباره لكن قال لك عندما تناقش مؤمن فانت تظن انه عنده حاجه الى المعرفه، هو ليس عنده حاجه الى المعرفه، هو عنده حاجه الى الايمان. فسيغلب دائما العاطفه الايمانيه دائما. وسيبحث دائما عن انحياز تاكيدي لما يؤمن به، فالمؤمن يصدق ان القمر انشق هنا انتهت القضيه بالنسبه للمؤمن، حتى لو اتيت بدلائل علميه، حتى لو اتيت باي شيء سيقول لك ان الناصه تخفي معلومات وتبين لها كذا وكذا وكل هذه القصص يعني لا والمشكله ف... كمان ان كانت شبه الجزيره العربيه خيمتين ومعزه يعني ما كانتش شيء كبير هم خيمتين ومعزه مربوطه وكل الناس عارفه بعضيها. اعلم 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 ذلك، المهم يعني اذا رجعنا الى المساله هذه يعني كثير من الناس وربما يعني اغلب الناس آمنوا عندما سيطر محمد على على مكه، عندما دخل مكه ف يعني اصبحت المساله براغماتيه. حتى نعود للبراغماتيه <applause> اصبحت مساله براغماتيه بالنسبه للكثير يعني حتى لو كنت انت او انا كنا نعيش في هذا الوقت فالحل البراغماتي يعني او الموقف البراغماتي العادي الذي كنا سنقوم به هو اننا سنذهب مع سنسبح مع التيار اليس كذلك ستسبح كنت الطيار. تكون ابو كليبه رسمي ده احنا كنا نقول اكيد, أكيد،, أكيد. الصحابي <applause> ابو كليبه أكيد مئة بالمئة ستذهب مع التيار لأنه ليس في صالحك أن تقاوم لأن الآن وكأنك تقول أن كل فرنسي كان يجب عليه أن يقاوم عندما دخل الألمان إلى باريس لا فهناك ناس لا يريدون الموت هكذا بالمجان فعندما تحس أنه ليس هناك أي يعني موتك لن يغير أي شيء فأنت تسبح مع التيار وتستفيد سياسيا هل, هل تصدق فعلا أن أبو, أبو سفيان آمن واسلم وعنده اقتناع بحقيقه لا طبعا لا مش هو اللي قال برضه خذها مني وتلقفها كالكره لا وحي نزل ولا جنه ولا نار لا هو شوف شوف عزيزي شوف يعني سياسيا انا لا انا لا احقد على هؤلاء لا اقول انهم كان يجب ان يواجهوا لان المساله مساله يعني يعني في نهايه المطاف عندما انتهى شان محمد ووصل بنو اميه الى الحكم تبين ان هذه هي الطريقه الصحيحه كانت هذه هي الطريقه الصحيحه في التعامل مع الامور لانك لو وقفت ضد الـ يعني هذا هذه السيطره وهذه الهيمنه وكان محمد في موقف قوه كبير جدا فستقتل وينتهي الامر ستقتل سيتم قتلك وتستمر الامور وستدخل القبائل الاخرى الى الاسلام وسيكتمل وسي... الامر نفس الشيء عندما مات محمد عندما نات... مات محمد وقع انقلاب نعم انقلاب كبير يعني الاسلام بقي تقريبا في مكه والمدينه اغلب القبائل العربيه انشقت و... و... وارتدت وهنا اصبح اصبحت المساله ليست فقط ايمانيه اصبحت سياسيه محضه سن... سنعيد هذه القبائل الى 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 سلطتنا بالقوه ف أه لا اعرف كيف انتقلنا الى هذا الموضوع كنا نتكلم عن الحديث عن... معك ممتع يا هشام يعني <applause> كنا نتكلم عن المعايير التاريخيه فذهبنا الى ابو سفيان طبعا هرجعك هرجعك للمعايير التاريخيه بتاعت ولاده محمد نعم نعم آه في الفتره دي مش كان في آه مثلا مسيلمة الكذاب الذي يقال عنه الكذاب مثلا <applause> هل تتوقع لو كان مسيلمة نجح وكان له اتباع أكثر من محمد، مش كنا هنشوف ولادة مسيلمة المعجزية ومعجزات مسيلمة. اه طبعاً طبعاً، هو كما يقول كما يقال يعني المنتصر هو الذي يكتب التاريخ، فكنا سن كان سيكون الأمر مختلف تماماً وكان يعني نحن هؤلاء الناس الذين استطاعوا أن يحدثوا شيئاً جديداً وتصير لهم سلطة وقوة كل هؤلاء هم أقلية بالمقارنة مع العدد الكبير من الناس الذين حاولوا نفس الأمر. يعني نتكلم الآن عن الذين نجحوا في المهمة، نجحوا. لم ينجحوا لأنهم أذكياء بالضرورة، نجحوا لأن الشروط الزمكانية كانت جيدة. صح الشروط الزمكانية يعني لو 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 اختلف الزمان قليلا أو اختلف المكان قليلا ما كنا سمعنا عنهم شيئا. أرجع معك للمسيح المسيح مثلا كان واعد متجول اليس كذلك هذا هو هذا هو التعريف تعريف يقول يعني يصنع خيرا نعم، واعد متجول يعني يبشر بنهايه العالم هذا هذه هو تعريفه في في اورشليم كان ربما مئات الالاف مثل 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 يسوع كانوا يفعلون نفس الشيء واعد متجول. كان قبله نفس الشيء نعم واعد متجول يبشر بنهايه العالم يوحنا يعني... آه المعمدان يقول صراحة يا هشام توبوا لأنه اقترب ملكوت الله صحيح صحيح هاد... لماذا كان هذا ال... هذا الفكر سائدا؟ كان بسبب ال... الضعف الذي كان فيه اليهود، اليهود كانوا دائما تهيمن عليهم قوة من ال... من القوة الكبيرة، فكان كانوا تحت إمرة الرومان، كانوا تحت سلطة الرومان، فكان اليهود يتساءلون نحن ابناء الله واحباؤه، <applause> نحن شعب الله المختار، نحن الذين كنا مع موسى، نحن الذين انزلت علينا الالواح فكسرت رؤوسنا، نحن الذين فعلنا كذا وكذا وكذا والتيه ولماذا وال... و... 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 هذا الضعف؟ لماذا؟ لماذا لا يساعدنا الاله؟ فكانت هناك مجموعه من ال... من الاراء التي تفسر، يعني هذا موضوع كبير كانت مجموعه من الاراء التي تفسر عند اليهود طبعا تفسر لماذا هذا الضعف؟ من بين الاراء هو البعد عن الدين، البعد عن الشريعه، شريعه الله، يعني اننا لا نتبع الشريعه بطريقه صحيحه. ما يقوله المسلمون، كثير من المسلمون اليوم يقولون نفس الشيء، يقول لك نحن أوه. في ضعف لاننا لا نت... لا, لا نعمل بما نتبع الاسلام الصحيح. صحيح، فهد. انا عايز نظرك لشيء عشان من خلال نعم. حديثك الممتع ده. فتره محمد عليه الصلاه والسلام عندما ولد احنا كمجتمعات عربيه تحب ان تصنع الهه بمعنى ان لو مثلا خذ مثلا لاعب كره لاعب كره اشتهر ولعب كره عربي ممكن نقول ده كان وهو صغير بيخلي الكوره تطلع خمسين متر وهو صغير كان ساحر في الكره ليه لان احنا لما شفناه وهو كبير لانه فنان بيلعب كويس انت فاهم؟ فاحنا كمجتمعات عربيه بنمجد اصول الاشياء لكن مش بنشوف النهايه، اصل الاشياء اللي تعجبنا نمجدها، نديها طاقه، نديها هاله آه هذا كان عظيم كان كان ولذلك انعكس شفت الميلاد المعجزي للنبي وكان له نور شفنا ايضا مثلا في النبي محمد القوة الجنسية المهولة التي كان يتمتع بها شفنا خلق محمد العظيم الاشياء تتعظم الاشياء تكبر عندما نحب شخص او نقدس شخصا ما نعم نعم اكيد التقديس التقديس هو المشكلة صراحة في 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 هذه المبالغات وهي مسألة إنسانية عادية يعني أنت عندما عندما تحب شخص وتقدسه إلى درجة التضحية استعداد للتضحية بالنفس من أجل هذا الشخص ففي في في مخيلتك يعني حتى أعطيك مثال من الواقع الآن مثال من الواقع إذا كنت تحب شخص كثيرا مثلا شخصية في الممثل لاعب كرة أو أي مثلا شخص يتكلم في الإنترنت أوكي؟ لكن تحبه أنت محبة كبيرة جدا فستبدأ ب تصور اشياء في عقلك هي ليس لها علاقة ليس لها اي علاقه بالواقع ستتخيل مثلا ان هذا الانسان هو انسان طيب وانسان يعمل الخير وانسان جميل وانسان كذا وهو في الواقع ربما العكس تماما لكن حبك لهذا الشخص جعلك تبالغ فما بالك اذا كنت تؤمن ان هذا الشخص هو المرسل من خالق الكون الذي له علاقه مباشره مع خالق الكون يتكمل... يتكلم مع مع خالق الكون فهنا يصبح الامر اكبر من هذا بكثير تصبح المبالغه اكبر فاي فتت... مبالغه ستؤمن بها حتى لو اخبرتك يعني اذهب الان عند اي مؤمن بسيط وقل له مثلا ان الـ الـ يعني الماء الولاده ماء الولاده عند ولاده محمد ماء الولاده تحول الى 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 عطر سيصدق بكل بساطه سيصدق لماذا لا يصدق؟ فهو يتخيل يتصور كل الاشياء الخارقه انها ممكن ان تحدث لهذا الشخص لانه شخص خارق للعاده وهذه هي مشكله البحث الاكاديمي في هذا الموضوع انا كنت في وقت من الاوقات كنت افكر في كتابه كتاب عن عن محمد التاريخي يعني كانت عندي النيه نيه نيه فعل ذلك لكن يعني بعد الاطلاع على الكثير من المراجع والابحاث خاصه الالمان عملوا مجهود رهيب في هذا الامر هذا لكن بعد بعد البحث غيرت غيرت فكرتي لانك اذا اردت ان تستخرج محمد التاريخي من المراجع ستحصل اتدري كم كم صفحه ستحصل عليها؟ كم؟ صفحه او صفحتين <applause> يا رجل ديانة كبيرة أكثر من يعني واحد مليار مسلم أنا أنا أجزم أنك لن تحصل على أكثر من صفحتين يعني إذا أردت أن تستخرج فعلا نتكلم عن معلومات تاريخية لا جدال فيها تكتفي فقط بما هو مقبول تاريخيا عن محمد فستخرج صفحة وصفحتين لا لا, لا 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 أكثر طب بما أنك يا شام يعني أدرى وأعلم من ناس كثيرين أه تقدر تقول لي فترة ما بعد محمد 200 سنة بعد محمد ابتدى تظهر الأحاديث في خلال ال سنة دول هل كان وجود محمد هل كان هناك سيرة لمحمد؟ اي اي السيرة كتبت قبل قبل الأحاديث وكان طبعا كان عندما نقول يعني يجب أن نكون منصفين أيضا يعني نتكلم عن فترة ال التقليد الشفاهي يعني نتكلم الآن عن فترة عندما كان الناس يحكون هذه الروايات يعني كانت مشتهرة هذه الرواية تروى لكنها لم تكتب يعني كانت تروى لم تكتب بعد فهذه الروايات الشفاهية كانت موجودة يعني كانت هذه الأحاديث تدور في ال... طبعا أنا متأكد أن كثير من, ال... من الأحاديث هي أضيفت لاحقا ليس لها علاقة بالواقع أم... كثير من الاحاديث فيها مبالغه، ربما يكون عندها قاعده في الواقع لكن عند فيها مبالغه بعد ذلك يعني فيها مبالغه آم، آم، مثل قصه المراه الزانيه اشهر قصه في في الاناجيل التي ليس لها اصل. فهذه الـ هذه الـ هذه الـ هذا التقليد الشفاهي كان موجودا. لكن الكتابه كتبت بعد، وعندما كتبت الكتابه بعد هنا اصبح الأمر يعني سيأتي الآن المؤمن يقول لك عندنا علم الحديث علم الرجال عندنا الجرح والتعديل عندنا أدق ما هو موجود آه لا يا عزيزي ليس عندك شيء لماذا؟ لأن أنت تعتمد أصلا على أن مثلا هذا الشخص صحابي إذا هو من العدول التقات آه يعني هذا هذا الصحابي وكأنه معصوم من لا يمكن أن يكذب لا يمكن ان يقول شيء غلط لا يمكن ان يبالغ لا يمكن ان يفعل كذا 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 فانت تتوقع ان انسان معروف بالصدق لن لن يكذب هذا هذه ليست قاعده جيده للتاكد من الامور ليست جيده بل هي قاعده سيئه ايضا لأن... نعم انت تعتمد فقط على على سمعه الشخص هي سمعه لا يمكن كل الناس يكذبون أو, أو, أو يبالغون أو يضيفون أو ينقصون لا يوجد إنسان مثالي مئة بالمئة لا يمكن أن يعني حتى مسألة النسيان أنا ممكن أن أحكي لك قصة الآن يعني حتى بيولوجيا الآن طبيعيا يعني ممكن أن, أن تسألني عن قصة حدثت في الثمانينات ثمانينات القرن الماضي وممكن احكي لك القصه لاني اتذكر احداثها، اوكي؟ نعم. ثم تسال انا لم اكذب، انا حكيت لك القصه كما انا بقيت في دماغي. لكن ياتي شخص اخر عاش نفس القصه وربما يحكيها لك بطريقه مختلفه. هل هذا يعني انه انني انا اكذب؟ لا، هل يعني انه هو يكذب؟ لا. الحقيقه هو ان دماغنا لا يسجل دائما الاحداث بالطريقه الحقيقيه التي حدثت في الواقع. يعني ممكن تسال الناس ويقول لك الذي سجل الهدف هو هذا ويقول لك الاخر لا لا الذي سجل الهدف هو هذا وكلانا عندنا نفس الصوره تؤكد ما نقول في دماغنا فهي ليست طريقه دقيقه في التاكد من المعلومات عندما يعني تقول هذا حديث صحيح لماذا؟ لان صحابي كذا حكى القصه وصحابي اخر في نفس الطبقه يعني تعرف الطبقات يعني طبقات طبقه الطبقه الاولى والثانيه وتجد تواتر وهذا <applause> هذا ليس هذا ليس ليس شيء يعني ممكن ان منه بالمئة 100% والاحاد يعني حتى اذا دخلنا في الاحاديث الاحاد واحاديث الـ يعني الـ المتواتره ستجد ان الاحاديث المتواتره هي اقليه لو تطلع فوق ده يا شم لو تطلع فوق كل ده وتفكر سؤال بسيط هل الله الخالق العظيم القادر يسمح بنقل الايمان عن طريق التواتر؟ لا المعروفه <applause> <applause> يعني انت انت تريد دائما الجواب القاتل لاننا نريد ان نناقش لكن هذه هذه اصلا تضرب في كل الايمان يعني هذا الاله اختار أسوأ الادوات ليوصل رساله أسوأ الادوات الممكنه لا والمشكله كمان ان هو قال لقد عرضنا الامانه على الجبال فابت وحملها الانسان ان الانسان لظلوم لا جهولا وهو اساسا معتمد بعد كده على الانسان انه ينقل بالتواتر الرساله. اه طبعا هو, هو يعرف يعني المشكله هو ان الاله دائما يعرف مسبقا ان كل هذه الخطط ستفشل، يعني حتى قبل اغراق الناس في الطوفان الم يكن يعرف ان الناس لن يؤمنوا وسيغضب وسيغرق جميع الناس، كان يعرف. كان يعرف قبل لم يكن يعرف أن آدم سيأكل من الشجرة وحواء حسب النسخة المسيحية حواء التي أكلتها المهم لم يكن يعرف هذا الأمر كان يعرف ورغم ذلك عمل هذه المسرحية فهو يعني مهندس أو كاتب سكريبت أنا لا أسمي حتى مهندس لأن الهندسة ربما شيء أعلى من, أعلى من مؤهلاته لكن هو سيء جدا حتى في كتابة سكريبت سكريبت مسرحي هو سيء جدا لأنه مش راكب على بعضه ما بيجمعش صح انا وافقك تماما هشام آه النظره الكليه للموضوع ان موضوع آه المعجزات النبي او النبي تاريخيا كمولد آه مش موجوده وغائبه وسوف تظل غائبه يعني كل ما نتحدث عنه الان هو اجتهادات لكن كتب نرجع اليها المرجع رقم كذا او صفحه كذا لا يوجد تتكلم ان لم اسمع الكلمه الاولى عن ماذا تتكلم عن تاريخ المولد او عن عن كل هذه الاحداث من ولاده النبي اه اوكي من الاسراء أوكي. والمعراج احنا لم نجد صحف مكتوبه في هذا العصر ما لم نجد ما يؤكد هذه الاحداث تاريخيا اه طبعا لا يوجد توجد توجد المراجع الاسلاميه وتوجد بعض يعني ممكن ان نقول بعض الاثار القديمه من يعني من عصور يعني قرون متاخره التي فيها بعض الاشارات لكن هذه الاشارات ممكن تستنتج منها كثير من الامور وهنا تأتي مسألة يعني من استنتج بأن أصل الإسلام هو ليس في الجزيرة العربية هو في يعني في أماكن أخرى في الشام في العراق في البتراء في يعني هذه كلها استنتاجات للأسف ليس عندنا المشكل الحقيقي صراحة هو الفرق بين وهنا سأعود للمسيحية مرة أخرى ولكن فقط للتوضيح ولادة الإسلام الإسلام ولد في تحت الرقابه رقابه الدوله يعني الاسلام كان هو كان كانت كانت هناك دوله اسلاميه مسيطره تحت يدي تحت يديها الرقابه رقاب الرقابه على كل شيء على المصاحف على المراجع على كل شيء يعني حتى احراق المصاحف مثلا فهد عثمان نعم. معروف فكانت تحت الرقابه فلم تكن اصلا فرصه يعني ما الذي وصلنا مثلا من من اشعار مسيلمه هذا هذا مثال فقط، يعني من كتابات مسيلمه، وصلنا ما كان يسخر به المسلمون من مسيلمه، هو الذي وصل الفار وما الفار وهذه الامور الضفدع وما الضفدع حكي آه فاضي يعني يعني. كلام صحيح، فلم يص لم تصلنا كتابات المعارضين لم تصل لم تصل لم يكن الاسلام ضعيفا حتى تكون هناك منافسه ويكون يعني اين أي هذه المراجع؟ غير موجوده، في المسيحيه الامر يختلف تماما في المسيحية لم تصل إلى السلطة، لم تصل إلى القوة، لم تكن هناك دولة مسيحية إلا بعد قرون يعني في بدايات المسيحية تجد أن هناك كتب ما تسمى بالهرطقات، تجد كثير من النسخ المخطوطات كثير،, كثير، كثير، لأن لم تكن هناك رقابة فنحن عندنا هذه المصادر ونستطيع ان نقارن ونقول اه اوكي الغنوصيون كانوا يؤمنون بكذا وكذا وكان اختلاف هنا وكان صراعات وكان يعني عندنا هذه الامور وعندنا كذلك المراجع اما في الاسلام ليس عندنا شيء في الاسلام انت عندما تريد البحث في المنظومه الاسلاميه في التاريخ الاسلامي تجد كتابات كتبها المسلمون باجندات ايمانيه هذا ما تجد, طب تجد كويس انك ذكرت فيه. هذا يا هشام في موضوع حضرتك تفيدنا فيه أكتر أنت عارف في المسيحية في القدس مثلا بيقول لك هذا كان طريق الجلجسة هذا كان عرس قناة الجليل هنا هذا قبر المسيح بغض النظر أن المسيح موجود أو لا بس شفنا آه أركولوجي شفنا أن حتى لو تصدق أو لا تصدق لكن موجود دلائل ملموسة تقدر تروح القدس وتزور وتروح هنا وبيت عنيا وبيت حزة وكل هؤلاء الأشياء هل في الإسلام يوجد مثل هذا؟ يعني نروح مكة نلاقي هذا كان بيت الرسول هذا البرد الأخضر الذي كان التحف به سيدنا علي هذا كان هل يوجد مثل هذه الأشياء؟ لا ستجد ستجد حضاره المسلمين في الاندلس ولن تجدها في في مهبط الوحي هذا المشكل آه نعم لا يوجد آه لن اقول بان بان هذه الامور لم تكن موجوده وهي اختلقت يعني من ال من الخيال آه اكيد ان كانت هناك اشياء ربما عدم اهتمام ربما كان عدم اهتمام بال بال بالماثر التاريخيه ربما كانت امور اخرى اهم كما تعرف يعني التاريخ الاسلامي هو تاريخ غزوات يعني اذا اذا اردت أن يعني حتى كتاب سير كان يعني كانت كتبهم تسمى بالمغازي يعني الكلام هو عن غزوات نحن نتكلم عن غزوات فتاريخ الاسلام هو غزوات تريد ان تعرف شيء تعرف الغزوات توسع يعني فاشية تتوسع في العالم هذا هو تاريخ يعني وشفنا كمان من القرامطة وثورة القرامطة وبعد كده الحجاج وال... وال... يعني ما فعله يعني قبل القرامطه يعني ما, ما ما يعني عندما نتكلم عن ما فعله المسلمون الغزاة في شمال افريقيا امر يعني يدمي القلب يعني اشياء آه آه طبعا سيقول قائل ان هذا ليس اسلام وهذا ليس هو الاسلام وهذا ليس ما, ما لكن في نفس الوقت تجده يفتخر بهذا الامر ويقول اننا كنا حفاة عراة تتسلق الاشجار في المغرب وجاءت الحضاره من ال... من السعوديه وانقذتنا و... ونحن لا نجد اي حضاره يعني حتى اذا رجعت الى السعوديه في القرن 19 او القرن 20 بدايه القرن العشرين تجد ان ليس عندهم اي حضاره تذكر ورغم ذلك يقول لك حضاره اي حضاره ك... اذا لم تكن موجوده حضاره في القرن العشرين فاين هي الحضاره في القرن السابع والثامن والتاسع؟ موضوع الحضاره هي موضوع طويل جدا بس انا رايي الشخصي أن الإسلام بني على حضارات دول مختلفة لكن الإسلام نفسه ليس لديه حضارة فين مكة كان فيها يعني ما هي نفس الخمتن والمعزة ما فيش, ما فيش جدال يا يعني هشام يعني لذلك تجد لماذا تجد مثلا في اسبانيا تجد كل هذا المعمار وهذه الامور بسبب التاثر بالحضاره التي كانت موجوده هي ليست لم ياتي المسلمون الغزاة بالقصور وبنوها هناك، بل كان تاثر بما هو موجود في عين المكان، والا لوجدنا لو نفس ما وجدناه مثلا في الاندلس، لوجدناه لو في كل مكان يصل اليه المسلمون، وهذا غير صحيح. انا اتفق معك، طيب هل يوجد اليوم ابو كليبه ام هو آه. موجود اليوم؟ <applause> ابو كليبه مريض اليوم قليلا في هذا، آه. لكن ممكن ممكن ان اجيب على اذا كانت هناك اسئله ممكن ان اجيب، واذا كان هناك سؤال يعني ممكن ان يبدع فيه ابو كليبه فممكن نوقظه من 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 انا عندي سؤال من كوليفة. لابو كليبه يهمني انا شخصيا كيف؟ انا عندي سؤال لابو كليبه يهمني آه، أنا, انا شخصيا تفضل ما راي ابو كليبه في قناه الفكر الحر؟ اه اوكي تمام هل السؤال واضح؟ نعم واضح الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احبتي في الله كنا في جلسه ايمان تحفها الملائكه ويغشاها الله ويذكرها في من عنده فجاء اخ تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا قال يا شيخ قال هناك قناه على اليوتيوب اسمها الفكر الحر والله سمعت فكرا حرا فظننته شخص داعيه يدعو الى التفكير في ملكوت الله يدعو الى التفكر في الخلق فدخلت الى هذه القناه فوجدت فيديوهات والله يشيب لها الولدان فيديوهات كفر بوح والله كفر بوح وكاني بالحاسوب الان يتزلزل والله يرتعش من شده الكفر سبحان الله يقول ضيوف تنويريون بل هم ضيوف ظلاميون بل هي قناة الشر وليس الفكر الحر سبحان الله والله صاحبها قيل لي والعهد على الراوي أظنه إن شاء الله من الصادقين يقول أن صاحبها سام هو يهودي من يهودي العراق والله اسمه سام والسام معروف هو أسماء اسم من أسماء اسم اليهود وكرس حياته إلى حرب الله ورسوله فنسأل الله العزيز, العزيز القدير من فوق سبع سماوات بكل أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يدمر كل حواسيبه اللهم بطئ اتصالاته اللهم اجعله ينقر على الفأرة فلا يتحرك لها ساكنا اللهم آمين آمين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أيقظناه <applause> ده انت دمرت الفكره الحره يا هشام. فانت <applause> سالت عن راي ابو كليبه وليس رايي. بصراحه مستمتعين معاك يا هشام ومستمتعين مع ابو كليبه، حضرتك شخصيه محترمه جدا. للاسف الوقت ازف والوقت جري بسرعه بس من فضلك نوه على كتابك من فضلك، الكتاب ده مهم جدا وعايزين نقراه. آه كما قلت يعني في البداية هو الكتاب الكتاب يختلف عن الكتاب الأول الذي كان مذكرات وكان مذكرات شخصية مذكرات كافر مغربي الكتاب الثاني كان نقاش بين هشام اليوم وهشام الماضي يعني كان سفر عبر الزمان وحوارات في مواضيع دينية خاصة متعددة بين هشام المؤمن وهشام الملحد آم وهذا الكتاب هذا الكتاب يختلف لان هذا الكتاب كما قلت هو رؤيه هو نظرتي للحياه تختلف اظن انها ممكن ان تساعد كثير من الناس قاعده هذا هذه الفلسفه او هذه النظره هي كيف نزيد من السعاده وننقص من الشقاء يعني في في كل مجالات الحياه فاتمنى ان يفيد هذا الكتاب وستكون له كذلك ترجمه بالعربيه لان كما تعلم انا اكتب بالدارجه نعم. لكن ستكون له ترجمة عربية كما كانت ترجمات عربية للكتابين السابقين نعم سوف ننتظر الكتاب يا هشام وبقول لكل اللي بيسمعونا يوم 2 ديسمبر موعدنا مع هشام نوستيك موعد آخر وسيكون يعني نحاول نتكلم برضو عن الكتاب شوية لأن أنا مهتم شخصيا بموضوع الكتاب ده لأن أراء هشام نوستيك انارت ناس كثيرين. في نهايه اللقاء بشكر الاستاذ هشام مسك الكاتب والمفكر الكبير، شكرا ليك استاذ هشام. هذا من لطفك عزيزي، شكرا لك مره اخرى على الدعوه وشكرا لكل من تابع اللقاء، تحياتي. تحياتي لحضرتك، بشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء في حلقات قادمه ابقوا معنا.